اولا هذه العمليه تم تنفيذها بعدد كبير من الصواريخ البالستيه او المجنحه وكذلك الطيران المسير ومن خلال متابعتنا لاعلام العدو وتصريحاته الرسميه انهم قد قاموا باستهداف واعتراض صاروخ واحد بمعنى ان بقيه الصواريخ والطائرات قد حققت اهدافها ونلاحظ ان العدو الصهيوني ولاول مره يحرص على اخفاء خسائره سواء في جبهه في في جبهه لبنان او حتى في جبهه غزه وايضا يحاول اخفاء خسائر نتيجه الضربات اليمنيه والتي كانت ثلاث ضربات حتى الان. من اجل محاوله اخفاء خسائر الحقيقيه للحفاظ على معنويات جنوده وكذلك ايضا معنويات مواطنيه واذا كانت غزه المحاصره استطاعت الصمود ليس فقط في مواجهه الكيان الصهيوني وانما في مواجهه ماذا الغرب بقيادة أمريكا اليوم أمريكا مشاركة وهذه أيضا من الخطوط الحمراء التي تجاوزتها أمريكا والتي وضعتها القيادة عندنا في اليمن إذا إذا غزة المحاصرة استطاعت أن تصمد هذا الصمود وحتى الآن لم يستطع الكيان الصهيوني أن يحقق أي تقدم فكيف سيكون الحال عندما يشترك كل محور المقاومة فكيف سيكون الحال عندما تلتف الأمة العربية والإسلامية حول محور المقاومة أضف إلى ذلك أنه نلاحظ الآن من خلال ردود الفعل في اليمن يعني حققنا اليوم وحدة وطنية لم يسبق لها مثيل في السابق حيث أن الكثير من من يقاتلون في الجبهات اعلنوا تاييدهم ومباركتهم لهذه الخطوه وانهم سيكونون الى جانبنا كتفا بكتف من اجل مواجهه الكيان الصهيوني